في هذا اليوم المميز أود أن أشكر وكالة بيت المال قدس الشريف وأشكر السيد المدير الشرقاوي على هذه الالتفاتة الطيبة وتكريم والدي. أنا جد فخورة كابنة وجد فخورة أيضا كمواطنة لهذا البلد لبلد المغرب، وهذا التكريم هو اعتراف بالجميل للصحافة السمعية والبصرية، وهو كذلك رد للجميل ليس فقط لروح والدي المرحوم محمد العظف الداه الذي أثرى العمل الصحفي والصحفي خصوصا السمع البصري، لكنه اعتراف بالجميل لجميع الصحافة المغربية وخاصة الصحافة الجهوية، وأخص بالذكر جميع صحفيو التلفزة الجهوية العيون. وشكرا.